ازيكم يا مواليد برج الجدي، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الجدي ليوم الاربعاء 27/7 يوليو تموز 2022. ممكن يكون اليوم ده مرهق لكل مواليد الجدي، هيكون في خسارة في الاعمال التجارية والتوظيف لكل الاشخاص اللي حواليك. هيكون في شجار النهاردة مع صديق قريب جدا ليك بسبب كبريائك اللي بيعتبر زائف في الفترة دي. هتنخفض رصيدك البنكي لسبب ما، هتضطر من خلاله تبتعد عن كل اسرتك وبلدك. حتى هتكون في تقلبات كتيرة جدا في الصحة بقدر اللي بيتعلق الموضوع ده بحياة الحب. هيكون اليوم مناسب علشان تتعرف على ولاء حبيبك ليك. خليك حذر اكتر بشأن كل امورك المالية، ما تضعش ايمان اعمى على حد. ممكن تعاني النهاردة من الام في انفصال عن حبيبك، ممكن يكون في سوء تفاهم بين الاتنين النهاردة. في حاجة في الحياة الزوجية هتقودكم النهاردة لشخص تالت بدل ما انكم تأذوا بعض تاني. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر في برج السرطان طول اليوم ده بتميل اكتر لاننا نلعب بامان ونتشبث بكل الحاجات اللي بتعتبر مألوفة. هنجدد اكتر على مستوانا العاطفي في مثل اليوم ده، هيسبق القمر الجديد من الحكمة. هنلاقي النهاردة ارتفاع منخفض وهتهدأ وهتسيب كل الحاجات تمشي في مسارها الطبيعي. كل ده هيساعدنا علشان نفتح افاقنا اكتر وعقولنا اكتر علشان نتعلم من بعضنا البعض. التأثرات دي تساعدنا اكتر علشان نوصل مشاعرنا بشكل بناء. هنكون بننقل كل رسائلنا بطرق بتسهل علينا نوصل ليها ونرتبط بيها. الطاقة الجديدة هتبقى معانا علشان نناقش ونفكر اكتر في كل الموضوعات الحساسة. هنكون متيقظين ومستعدين بشكل خاص علشان نفهم. من الاسهل النهاردة اننا نبقى نعتاد على اننا نوصل رسالتنا بشكل واضح. على الرغم من كل ده، انه ما بيتعلقش بالحصول على الصياغة الدقيقة بشكل صحيح. هيكون عندنا مزيد حول اننا ننقل كل نوايانا. هنكون بنكثف اتصالاتنا اكتر وطرقنا اكتر علشان نعرف نتعامل مع كل المشكلات اللي بتبقى بتواجهنا.